الجزء المرتبط بالاستطلاع سيادة اللواء. ما نسمعه هو وجود هذه العناصر داخل سيناء، تعاون أهل سيناء مع هذه العناصر، لكن العقل والتاريخ وأدبيات الحروب بتقول أنه خلف خطوط العدو قد تكون أكثر أهمية في أحيان كثيرة، يعني أن يمتد الاستطلاع إلى داخل العمق الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ده كان بيتم وكان بيتم إزاي إن أمكن؟ أولا عمل الاستطلاع بيشمل كل مسرح العمليات الذي يوجد عليه العدو، لأن القيادة في قيادة قواتنا المسلحة تعلم كل شيء عن العدو، مطاراته واستعداده، مراكز قيادته، قواته الأساسية اللي في العمق، وهناك أهداف بنسميها إيه؟ يعني أنا عشان أعرف هل العدو ناوي يحارب ولا لا، وإمتى فاضل، يعني لازم أدي إنذار أقول مثلا إيه العدو اللي قدامي سيقوم بعملية عسكرية ضدي خلال مثلا ايه 20 يوم، لا ده بقى خلال 10 ايام، خلال اسبوع، 48 ساعة، 24 ساعة، عشان اقول الكلام ده في اهداف بنسميها اهداف المتابعة اللصيقة. طب ما ينصحش ان اقول الكلام ده، انما ليا متابعة ليه على مدى الساعة 24 ساعة طوال العام، لان دي منها بمجرد ما بشوف نشاطات معينة فيها بقدر ادي انذار ان في حركة استعداد لدى العدو، والعدو ناوي يتحرك او ناوي يعمل عمل معين خلال كذا يوم. وده اللي اسرائيل كانت بتعمله في المقابل، واحنا استطعنا ان احنا نعيد تمويه الرقابة اللصيقة اللي كانت بتقوم بيها في العمق المصري. ده بالظبط، وده بيرجع ليه؟ لدقة التخطيط، ان تعلم او ان تستطيع ان تنتقل الاهداف التي تعطي او تجعلك تستقرئ ما هو قادم، يعني ايه نيته. طب يعني سيادة اللواء، هو بشكل دائم قاعدة اساسية انه انت دائما لك اعين خلف خطوط العدو، زي ما العدو دي اعين خلف خطوطك، يعني هناك رقابة لصيقة منك وهناك رقابة لصيقة من العدو. لا يستطيع جيش في العالم ان يغمض عينه عن عدو منتظر، وإلا متى ستستعد لملاقاته؟ متى ستجهز جيشك وقواتك؟ مش هنيجي ننتظر لما ايه يهاجمنا فجأة. ده احنا يعني أبسط حاجة في سنة 67 نذكر كلنا المؤتمر بتاع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يوم 2 يونيو اللي اجتمع بالقادة كلهم وقال لهم إسرائيل هتهاجمنا خلال 72 ساعة، وده اللي حصل، ده بناء على معلومات جات له. فإذا المعلومات، وعايز أقول إن إحنا كعناصر معلومات لم يكن لنا أي ذنب في اللي حصل في 67 إطلاقا، المعلومات كانت موجودة، ولكن بكل أسف كانت القيادة على دون المستوى. وعايز أقول أبسط حاجة، أنت قائد عام للقوات المسلحة وعارف وخدت انذار ان في هجوم صباح يوم 5 يونيو، كيف تاخذ كل القيادات اللي معاك وفي طياره واحده وتذهب الى قياده الجبهه وكل القاده الميدانيين في انتظارك؟ ده يعني ده انتحار. اذا هناك قرار خطا. اما توفير المعلومات فنحن نتمتع بعناصر استطلاع عندنا على اعلى مستوى، بل بالعكس اصبحت لنا مدارس كل الاستطلاع في العالم بيسعى الينا كان يتعلم منا. ايه سمات هذه المدرسه سيادة؟ سمات هذه المدرسه اننا نستعمل البشر بكافه امكانياتها التي تغني عن ادق وارقى الامكانيات الفنيه والتكنولوجيه. انت تستطيع ان تخدع اي وسيله تكنولوجيه جديده مهما بلغت دقتها ومهما بلغت قدرتها، ولكنك لا تستطيع ان تخدع العقل البشري والعين البشريه. وده اللي احنا كنا بنعمله، ان احنا كنا نتواجد داخل احشاء العدو فلا يستطيع ان يخدعنا، بل في عقله. وزي ما قال المشاهد يعني ان هناك المصريين عناصرهم كانت عباره عن رادارات بشريه، يعني الرادار انا ممكن اعمل له عواكس ركنيه، اعمل له خداع، اعمل له، ولكن الرادار البشري اللي هو الفرد ده شايف قدامه الهدف محدده، ولما بدي بلاغ بدي ايه اللي منتظر نعمله. اذا في تقدير كمان في ان انا بقدر ما هو مستقبل بالنسبه لهذا الهدف، وده قدرتنا اللي احنا تفوقنا بيها عن كل عناصر الاستطلاع المعاديه. تمام، هرجع لحضرتك في شق اخر مرتبط بالاستطلاع، لكن سياده اللواء ايمن، احنا كنا بنتكلم على المثل اللي ضربته لي ان انت وقعت طياره بدون ما تطلق عليها صاروخ. الفكره مش في هذه المسخه او في هذه الفكاهه في حد ذاتها، ولكن في كيفيه تدبير امرك في ظل ضعف امكانيات او في ظروف ما وانت بتواجه عدو عليك انك تتعامل معه. ده تم ازاي؟ محتاجين القصه بايجاز محكم يعني. اتفضل.
القصة ان انا كان ساعتها لسه مخلص اشتباك، كانش عندي صواريخ على القذف الوحيد اللي كان موجود في هذا التوقيت. فابتديت ادور صواريخك كلها. الفترة دي انا كنت انضرب 5 قواذف من 6 قواذف بتوعي، وكان في قاذف واحد شغال اطلقت الصاروخ اللي عليه عشان ادمر طيارة وعشان ابقى لفترة 5 دقايق ونص بدون صواريخ او بدون وسيلة لاطلاق الصاروخ. طبعا بمعلومات اللي جات لنا عن اجهزه الاستطلاع اللي موجوده او اجهزه الانذار اللي موجوده في الطيارات الاسرائيليه الحديثه اللي امريكا ادتها لاسرائيل، عندنا معلومه ان الطيار بيعرف ان في رادار بيفتش عليه. ثم بعد كده المعلومه الثانيه ان رادار الصواريخ تتبعه، يعني ثبت الرادار عليه واشعاع مستمر في اتجاه الطياره، فبيعتبر كده هنا حاله تتبع. ثم بعد كده انا بطلق عليه الصاروخ لما يخش المدى بتاعي. أنا بطلق الصاروخ يعني الطيارة عندها رادار بيراقب الرادار بيراقب الإجراءات كلها اللي أنا بعملها. تمام. فالإجراء بتاع إطلاق الصاروخ بطلع الأوامر اللي بتخلي الصاروخ يخش يمين وشمال عشان يتبع الطيارة لغاية لما يوصلها. هو بيستقبل هذه الأوامر، بيقول إن في صاروخ أطلق في اتجاهي. بعد كده أنا لما بيصل الصاروخ لمرحلة قريبة بطلع له أمر عشان يفجر نفسه في محيط الطيارة ويفجرها معاه فيصيبها. تمام. فيصيبها. المدى ده فرق 500 متر تقريبا ولا هو بيطلع تقريبا الأمر التفجير ده هو بنسميه أمر التفجير على مسافة ال 500 متر أقل شوية عشان على ما يوصل وعلى ما يشغل الطبة يكون دخل في حضن الطيارة يقدر يفجرها بين كورة لهب كبيرة بمجموعة كبيرة من الشظايا. الصاروخ ما بيضربش في الطيارة، الصاروخ بيعمل كورة نار تدمر الطيارة. أول ما الأمر ده بيطلع والطيار بيستقبله بيقول له نط، بيقفز من الطيارة. يقفز من الطيارة ليه؟ لأنه ملوش حيلة إن هو ينجو، يتفاداه في المساحة القريبة دي، وملوش حيلة إنه ينجو من انفجار الصاروخ. تمام. على الوجه المقابل روسيا كانت مديانا احنا مشبه او مقلد او سيميليتور بنحاكي هذه الاجراءات وبنحاكي كل الاشارات اللي بتطلع من عندنا ونقدر نطلعها من غير ما نطلع تلتقطها الطياره بانه في الطياره قصدها ثم تم التوجيه في مرحله قريبه من التفجير. الحكمه هنا طب ما تقول لي ما انا على طول اي طياره تجي لي مضربه والطياره مظبوط ونوفر صواريخ. لا لا، الطيار طبعا برضه بيبص بعينه بيشوف هل في غبار طلع من الموقع بتاعه. يبقى اذا انت لازم تكون وانت بتستخدم الكلام ده الطيار ما يقدرش يلاحظ الموقع اللي بينشن عليه. الحاجه الثانيه لازم يكون دخل في المدى بتاعه. طب ما انت لو على 120 كيلو شغلت له يحس بيهم. مش هيعبرك. انما انت لما بيخش السويت بوينت بالنسبه لنا، يعني انا كنت اشتغلت الكلام ده والطيار على مسافه 12 كيلو رغم ان انا قادر على ان اضربه من مسافه 25 كيلو. فهو داخل من 25 كيلو مطمن. لغايه لما لقى فجاه على 12 كيلو الدنيا تربكت عنده. تمام. فراح ناطط. تمام. طيب لكن تحيه طبعا على ما قمت بيه. كنا نتمنى ان احنا نكون موجودين معاكم عشان نشوف احنا هنفهم زي ما انتم بتفهموا، عندنا قدره ان احنا نتعامل زي ما انتم تعاملتوا، لكن بنشكركم على اللي انتم قمت بيه. بس سياده اللواء سؤال يبدو غريب شويه، وايه اللي يضمن لنا ان امريكا ما بتعملش معانا كده دلوقتي؟ انها بتبعت لنا طيارات وامريكا واسرائيل طيارات، عندنا في طياراتنا اجهزه تجسس لتحركاتها بتعرف دي طارت فين وطارت قد ايه، بتتابعها من الولايات المتحده، نضمن منين ده موجود؟ لا يوجد سر مخفي حاليا عن الاسلحه، خلاص بقى كل الاسلحه معروفه، امكانياتها الفنيه ايه، ايه اللي عند العدو، ايه اللي عندي، ايه اللي عند امريكا، ايه اللي عند روسيا. لا انا بتكلم، انا بعتذر بالمقاطعه، اللي انه طيارة طايره دلوقتي امريكا تبقى رصده الطياره دي طايره فين من خلال اجهزه مركبه فيها، والاجهزه دي بتروح بمعلومات لاسرائيل انها عملت مناوره فوق المنطقه الفلانيه طارت قد كده، لانها لو خرجت اكتر من هذا المجال تعطي انطباع لامريكا انه في احتمال للمهاجمه، ان احنا نكون مراقبين باعتمادنا على السلاح الامريكي في هذا الخوف. كل شيء من هذا وارد، ولذلك ليس هناك اعظم من ان تصنع سلاحك بنفسك. ولما لم يكن هذا التصنيع، لما لم يكن، اذا دلوقتي انا مش معنى ان انا بجيب حاجه من امريكا ان انا بسيبها زي ما هي، لا، يعني حتى الاجهزه الفنيه لها ترددات، لها مواصفات، لها حيزات عمل. انا بتدخل انا في اختيار حيز العمل بتاعي، الترددات المعينه، الامكانيات الفنيه، في حاجات لازم الضبط يتم من عندي انا مش من عند العدو. يعني انت فندم عفوا يعني عشان حتى تطمئن قلوبنا، هل انت عندك قدره من خلال مهندسينك وفنيينك وخبرائك وعيونك برضك اللي انت المفروض بتعتمد عليها، ان انت عندك قدره انك تتعامل مع ده تكنولوجيا فتعطي بيانات خاطئه؟ طبعا طبعا،
ده لازم. لا انا عايز اقول حاجه بمناسبه الدفاع الجوي، عايز اقول حاجه ان احنا ايه يعني احد مبادئ الاستطلاع انه استطلاع هادف. يمكن هقول لحضرتك برضو من ضمن المناظر وانا في خلف خطوط العدو، فبشوف يعني في للعدو طائرات بيستخدمها في التشويش او الاستطلاع الالكتروني، واثناء هذه الطياره ما بتعمل لا هيبين على الرادار بتاعنا ولا قواتنا عندها معلومه عنها، وبتعمل عمليه تعميه كامله للرادارات بتاعتنا، بتعمل تشويش كامل لاجهزه الاتصال بتاعتنا. انا اذكر ان انا كنت وانا خلف خطوط العدو لما كنت بشوف كان فكان مجرد ما نعرف ان طياره استطلاع الكتروني او طياره استطلاع لاسلكي باينه ومحافظينها وعارفين الطياره، فكنا نبلغ عنها فورا في طياره في الحته الفلانيه في الشيء في التوقيت الفلاني. ففعلا كان قواتنا لما تدفع يعني ما لهاش حل، مش باينه. فبناء على هذا البلاغ قوات الجواب تدفع طياره مقاتله لتندفع الى عمق العدو في اتجاه هذه الطائره، اما انها تسقط او هذه الطائره بتحاول فعلا ترجع باقصى سرعه ونتخلص. يعني اذا انا اللي هو الفرد دي قيمه الفرد، عارف ايه المعلومه اللي تلزم قواته واللي تفيده. يعني قد لا يتخيل احد قيمه هذه المعلومه عن طياره قد تبدو كانها طياره مواصلات عاديه. لا يبالي يا فندم من الحديث معكم ولن تنتهي هذه الذكريات، ولكن لضيق الوقت انا بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر هنا على المقاطعه. اللواء نصر سالم وانت رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق للمخابرات الحربيه واستاذ العلوم الاستراتيجيه، سعدت بهذا اللقاء يا فندم. واشكرك انت ايضا اللواء ايمن سيد حب الدين قائد الكتيبه 418 صواريخ دفاع جوي بورسعيد، شكرا جزيلا لكم واهلا بكم كل عام ومصر كلها طيبه بعسكريها ومدنيها. اشكرك من شعر بالهزيمه ومن شعر الوقت انتهى يا فندم. انا اوكي كامل الاعتذار لحضرتك، انا بشكركم يا فندم ونلتقي بعد قليل واعتذر لحضرتك.